مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الحصة الجديدة من برنامج صحتك لبس. اليوم نحن معكم على الهواء مباشرة لنتطرق إلى موضوع هام جدا، كنا قد تطرقنا له في أكثر من حصة سابقة، وهو العلاج السلوكي المعرفي للاكتئاب. اليوم مشاهدينا سوف نتحدث عن مشوهات التفكير، بالإضافة إلى بعض التمرينات الهامة اللي اليوم ضيفنا الدكتور حيتحدث عنها، الدكتور الأستاذ إسماعيل رشيد، المعالج النفسي والعضو في المجلس البريطاني للعلاج السلوكي المعرفي. أهلا وسهلا بك سيد الكريم. أهلا، أشكرك يا استدعاء المرة الأخرى زولف لون مثل ما سجي. نعم، من ربما قبل ما نتعرض يعني نحكي عن المشوهات، مشوهات التفكير السلبي، يعني ربما لا بأس إذا يعني راجعنا ما هو الاكتئاب. يعني الاكتئاب قلنا أنه يعني تدني في المزاج، هو تدخل في المزاج وعلى الأقل يكون أسبوعين، وهو يخلي أثر في الحياة اليومية. احنا تكلمنا كذلك عن الدورة، يعني الحلقة المفرغة، وقلنا أن هذا الاكتئاب يعني يخلي أثر على المشاعر وعلى على التفكير. و يعني الشيء الملاحظ فيما يخص المكتئب او الانسان اللي يعاني من القلق انه يعاني من التباس، يعني ما بيعرف يفرق بين المشاعر والتفكير السلبي. يعني لو سالتي سؤال مثلا تقول انت مثلا ما تحصلش على الامتحان كيف تحس؟ يقول لك انا غبي. انت سالتي على كيف، يعني ما هو شعوره، يعني ما هو الاحساس، هو يكلم لك على يعطيك يعني التفكير، يوصف التفكير، وحينما تسالي عن التفكير يعطيك الشعور. بالعكس. ولهذا احنا قلنا ربما شيء يعني موجود، شيء معترف به فيما يخص الاكتئاب، ان هذا الالتباس موجود. وقلت ان اليوم ربما راح يساعد الكثير من الناس اللي يشاهدوا في هذه الحصه كيف يفرقوا بين المشاعر والتفكير السلبي. نعم. أولا يمكن نتكلم عن المشاعر. نعم. قبل ما نتحدث عن المشاعر ومفردات المشاعر، هناك سلايد مهم حقيقة، هو سلايد يظهر لنا المخ. هل تشرح لنا يعني دكتور؟ أوكي. يعني إحنا لو شاهدنا أن المشاعر أولا هي ظاهرة نوروفيزيولوجية، يعني فيه منطقة في الدماغ هي اللي يعني تتحكم أو تنظم وتعالج هذه المشاعر أو الوجدان، وهي ما يسمى بالأميجدال، أميجدالويد بوري، وما يسمى بالأميجدال. يعني هذه منطقة مع الهيبوتالاموس، يعني يمكن لو وضحنا هي الصورة موجودة؟ ممكن تشرحها دكتور؟ أوكي. يعني التالاموس هذا الموجود تحت الانتيريور جروب، هذا في التالاميك نيوكلي، يعني هذه المنطقتين هي المنطقة التي تنظم وتعالج المشاعر. ولهذا احنا نقول ان ما دام المشاعر والوجدان هو منظم من الليمبيك سيستم، هذا الجهاز ما يسمى بالجهاز الليمبيك الموجود في المخ، يعني هي ظاهرة طبيعية. يعني المشاعر ظاهرة طبيعية. إذن المشاعر الإيجابية والسلبية هي ظاهرة طبيعية. ولهذا المكتئب أو الإنسان المصاب بالقلق يعني هو لازم ينبه نفسه أن هذه المشاعر هي طبيعية محض. يعني ليش؟ لأن عندنا جهاز في الدماغ، احنا يعني احنا زدنا قعبه هذا الجهاز، ويخلينا مثلا نحس بالمشاعر الإيجابية والسلبية. وكذلك أن هناك إثارات خارجية، يعني واحد مثلا أنت لو مثلا عمل لك أحد انتقاد راح تحسي بالقلق، أو صحيح. إذا أحد أعطاك جائزة راح تحسي بالفرح. أكيد. يعني دائما هناك إثارة خارجية مع هذا الجهاز يخلي المشاعر يخليها طبيعية، ينظمها تقصد.
ينظمها، ولكن هي طبيعية بالأصل. بالأصل. دكتور اسمح لي قبل أن نكمل وسوف نتحدث عن مفردات المشاعر، لمشاهدين من يرغب بالمشاركة الأرقام مبينة في أسفل الشاشة ستظهر بعد قليل لمن يرغب في المشاركة في حصة اليوم. مفردات المشاعر دكتور أهميتها، يعني ياريت نشوف سلايد كمان عشان نشرح. احنا المختصين في العلاج ننطلق من فرضية هو أن الإنسان المكتئب يعني فقد هذه المفردات من مفردات جزئياً وبصفة كاملة. نعم. يعني هو ما عندوش المفردات، يعني ما عندوش الفوكابولار هذاك تاع المشاعر باش يخليه يعبر عن نفسه. نعم. لو فقدها يعني جزئياً وكلياً هذا يخليه ما بيعرف يعبر عن نفسه. وهذا هو اللي يحدث في حالة القلق، حيث يكون الإنسان في حالة قلق أو حالة اكتئاب ما بيعرف يعبر عن نفسه، يعني لا يعرف كيف يصف مشاعره. كيف هذا يصف ما قصد؟ إذ لم يعرف كيف يصف مشاعره لأنه المفردات، يعني هو فقد الصلة مع مفردات هذه. هي مفردات يعني مذكورة موجودة مذكورة على الشاشة، الحزن، الخوف، الحزن، الخوف، العصبية، الحقد، الكآبة، القلق، الذنب، الوضاعة، التعاسة، الإحراج، الندامة، العزلة، الخسارة، الخجل، الهزيمة، الذرع، إلى آخره. وكل هذه المفردات لازم تكون مرنة عند الإنسان، وكل ما يكون عنده إنسان اتصال مع هذه المفردات والمشاعر يكون عنده ثقة في النفس لأنه يقدر يعبر عن نفسه. سي لو مونك، يعني هو النقص في هذه المفردات يخلي الإنسان يترابك، يخلي الإنسان ما بيعرف يعني يصف مشاعره. وكل ما إنسان ما بيعرف يصف مشاعره هذا ثقة في الذات، وهذا يعني راح تكون عنده صعوبة. اخترت لنا سيدي الكريم بعض الصور وقلت من خلالها ربما أنتم تتعاملون مع المرضى حتى تتعرفوا على طبيعة مشاعرهم أو فهمهم للمشاعر. ما أنا قلت لك أن الافتراض هو أننا نعتقد أن الإنسان فقدوا هذه الصلة. وإحنا كيف نسترجع هذه الصلة؟ نعطي لهم يعني صور، نختار صور فيه ربما 30 40 صور خلال الجلسة النفسية، ونقول لهم مثلا يمكن يعني تعبروا أو يمكن تصفوا هذه المشاعر، مثلا هذه المشاعر اللي في الصورة. في الصورة. ولكن إذ الإنسان وصفها بطريقة بسهولة، يعني هو باتصال. ولكن احنا البحوث العلمية وضحت بطريقة جلية أن الإنسان المكتئب أو القلق عنده صعوبة بأنه يفسر أن يصف المشاعر التي المشاعر. ليش؟ لأنه موجودة في هذه الصورة. نعم. يعني الفوكابولار إلي ديفيسيون، دونك ما يقدرش يعبر، بس ما عندوش كلمات. كيف راح يعبر؟ ما عندوش كلمات. سبب عدم التعبير يعني والقدرة على التعبير، هو السبب هو في تاريخ، يعني الإنسان تاريخ المريض، تاريخ الفرد، لأن أو المريض، يعني هو 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 أن تعرفي احنا زدنا كلنا يعني بعفوية وجدانية، يعني صحيح. ولكن حينما يعني البيئة اللي ترعرعنا فيها، شفتي كيف؟ البيئة اللي ترعرعنا فيها يعني ربما هي سمحت بهذه المشاعر، وكان بيئة لم تسمح. أيوة. ولهذا الإنسان طفل بطريقة تدريجية، يعني شوية شوية يبدأ يحس روحه وقيل ماشي مليح لو كان نعبر على مشاعري، لأن الناس ما يحبون نتكلم على مشاعري مثلا، وبطريقة تدريجية يصبح يحبط هذه المشاعر ويتربع على ذلك. يعني لأن هذه المشاعر، يعني احنا نعرفوا كاع المشاعر اللي عشناها تكون أليمة في بعض الأحيان. وهذه المشاعر حينما تكون أليمة احنا يعني نرفض نتكلم عليها، لأن أولا البيئة ما بتعترف بها، ثانيا هي أليمة. نعم. سيدي الكريم، نتحدث عن قضية مهمة جدا، ويعني مهمة لنا جميعا، يعني أتمنى على المشاهدين أن يستفيدوا منها، وهي مشوهات التفكير. ما الذي يشوه أفكارنا لدرجة يصعب علينا التعامل معها ونصاب بأمراض ومضاعفات كثيرة؟ يعني سيدتي قبل ما نروح للتفكير خليني برك نولي لشيء مهم، وهو يعني المشاعر هذه هي طبيعية، يعني احنا لابد نطبعها، يعني تطبيعتها، يعني نعم يفولي روند ناتشورال. لازم نعتبر انه هذه المشاعر طبيعية، ان حتى ولو كانت سلبية، حتى لو كانت سلبية، يعني اذا كانت سلبية سلبية او ايجابية غير مرفوضة، لانه هي سبحان الله. يعني شوفي الناس حينما تعيش مشاعر ايجابية، هو الشيء اللي يحدث هو يتقبل هذه المشاعر، ولا كانت سلبية ما يتقبلها. صحيح. ولكن هو الشيء الغريب في الأمر هو أن هذا المكان في الدماغ ينظم
ويعالج الإيجابية والسلبية. نعم. كيف نتقبل الإيجابية؟ ما نتقبل السلبية؟ نعم، كلام مهم. هناك سلايد أيضا مهم الآن على الشاشة حول التفكير الحقيقي. نعم. والتفكير العقلاني. نبدأ فيه بعدين نعود للمشوهات. أوكي. تفضل. التفكير الحقيقي والتفكير العقلاني، احنا نعرف في حالة الاكتئاب يعني هناك التباس آخر. يعني المكتئب او الانسان عنده قلق عنده يعني خلط بين التفكير الحقيقي يعني لا بونسي ريال و لا بونسي راسيونيل يعني التفكير العقلاني. يعني في ما الفرق بينهم؟ الفرق هو ان التفكير الحقيقي يعني كل ما نقوله من تفكير سلبي، انا لا استطيع ان اقوم بهذا، انا غبي، الناس ما بتحبني، كل هذا الكلام حقيقي بمعنى الانسان مش كذاب. يعني هو بيحكي يشعر فيه، هذا الكلام موجود في ذاته. أوكي؟ حقيقي، ما هي حقيقة ذاتية. أوكي؟ الموضوعي أو العقلاني هو أنك عندك مثلا تقول لي مثلا أنا ابن عمي ما بيحبني، عمل لي تليفون البارح وقال لي كلام، هو اللي قال لي هذا الكلام، يعني عندي أدلة على تفكير العقلاني. هذا هو العقلاني. العقلاني بمعنى عندك أدلة. والحقيقي بمعنى حقيقة داخلية أنت بتحسي بها الداخل، ولكن ما عندك أدلة. يعني كل تفكير حقيقي ليس عقلاني بالضرورة، ولكن كل التفكير العقلاني هو حقيقي بضرورة. بالضرورة. مشوهات التفكير سيد الكريم، نتحدث عن مشوهات التفكير ولا في شيء قبل؟ لا، حبيت نرجع يعني هذا للجدول. الجدول اللي هو التفكير الحقيقي والتفكير العقلاني. تفضل دكتور. يعني فاهم شيء. يعني شوفوا التفكير، يعني شوفوا التفكير او الافتراضات. يعني الانسان المكتئب عنده تفكير وعنده افتراضات تخصه هو، تخص الاخر او تخص العالم. عنده افتراضات، الى دي زيبوتيز، الى دي بونسي نيجاتيف. مينو هذا التفكير هذايا واش راح يصرى له؟ هو في ذاته سي لا فيريتي، سي لا رياليتي، بيسكو او يخبب في هذاك الشيء. وش راح يدير؟ يروح يعني يشرح في تنفيذ هذا التفكير، هذه الأفكار السلبية. وبعدين يصبح يعني النتيجة هو أنه يصبح قلق ويصبح غير متلائم أو يصبح غير يصبح سلبي يعني سلبي. ولكن إذ هو تبع يعني نموذج آخر، يعني لو كانت عنده التفكير السلبي ولكن اختبر الواقع وبعدين حينما يختبر الواقع يعني بيعرف يعني هل هذه الأفكار مجرد في أفكار أو رأي أو هي مرتبطة بأدلة. لو كان عنده أدلة بعدين راح يشرع ينفذ هذا التفكير، يصبح بالضرورة تفكير سوي ومتكيف ومنطقي. أوكي؟ نعم دكتور، نبدأ بالأستاذ الكريم، عفوا، نبدأ بالمشوهات، مشوهات التفكير. أوكي. لو سمحت خلينا نعرف المشوهات. تفضل. هذه المشوهات عبارة عن فيروسات، يعني أنا نسميها فيروسات لأنها تطلع يعني الشعور وتخلي، وهي اللي تخلق التفكير السلبي. أولا نعرف هنا الأول هو معروف وشائع، هو مشوه كل أو لا شيء. يعني مشوه يجعل التفكير المطلق، يعني الإنسان يفكر في المطلق، إما أسود أو أبيض، بعدم وجود حل وسط أو أرضية مشتركة. وهذا يؤدي إلى ميل الشخص بالحكم. كيف تعرف انت مثلا ان انسان يفكر بهذه الطريقه؟ يعني عنده احكام يحكم على نفسه ويحكم على الاخر بطريقه مستمره او الحدث. وهذا يخلي يعني الانسان يعيش يعني يفكر بطريقه مطلقه وما كاش هذه الارضيه المشتركه، يعني الى دي مال تروفي ان كومبرومي بطريقه يعني مطلق، يفكر بطريقه مطلقه قد لا تكون صحيحه يعني عندما يتحدث عن الآخرين. يعني تعرفي أنت التفكير المطلق صحيح يعني؟ لا أقصد هو يعتبر أنه ما يفكر به هو الصحيح. هو الصحيح. ولكن هو ما بيعرف أنه يفكر بالمطلق، يعني يبونس دون لابسولو، يعني سي بلون ونوار. ولكن يعني الحقيقة موجودة في الوسط. نعم. بالنسبة لتضخيم المشاعر، تضخيم المشاعر هو يعني يمكن نكون عندنا هي موجود تضخيم هو يعني الشخص يميل الى تضخيم الامور والمبالغه. يعني العبد هذاك يبدا يكزاجيري، يعني المبالغه في المبالغة الاحداث، يعني في الاحداث او اهميه الاحداث، تقييم الكوارث وتقييم الكوارث. يعني هو ينطلق من شيء صغير
ويرجعوا كبير. هذا هو يعمل من الحبة قبة زي ما هذا المشوه اللوم الثاني. سيدي اللوم هو مرتبط بال هو يشعر أن الإنسان يتحمل مسؤولية على كل شيء سيء حتى لو لم يتورط فيه بشكل مباشر. يعني هو يقول أنا لفوت تاعي أنا السبب يعني حتى لما كانش عنده أي علاقة مع الحادي يقول لك أنا هو السبب. يحس أنه فيه مسؤولية على مستواه. وهذا هو اللوم. يعني بالإنجليزي بيسمى personalizing. نعم. التركيز على الجانب السلبي. التركيز على الجانب السلبي هو أن الشخص يعني حينما تصرى له حاجة مثلا يشوف الكوتي نيجاتيف هذاك برك، يشوف يعني الجانب السلبي، يعني ما يشوفش الجانب الإيجابي من الحادث. يعني هو إدراكه راح ينصب، راح يركز فقط على هذاك الجانب السلبي. نعم، هذا هو ما يسمى التركيز على الجانب السلبي. نعم. القفز إلى الاستنتاج، هذا مهم جدا وهو شائع. هو أن الإنسان يجعل صاحبه أن يأتي بتفسيرات سلبية للحادث، رغم أنه لا توجد حقائق محددة وواضحة. يعني سككك ينتخبخت، يعني يعمل تأويلات ولا تحليلات؟ لا، تأويلات. تفسيرات أو تأويلات، يعني ما عنده تفسيرات خاصة به، ما عنده أدلة حتى تخص الآخر. يعني هو مثلا واحد يشوف فيه ويقول له حاجة ويقول لك هذا ما يحبني، هذا بيكرهني، وهذا يعني يعمل تأويلات للحادث، وهذه بطريقة مستمرة. المعيشة بقواعد ثابتة، هل هذا يعني أنه هو يعيش بطريقة واحدة فقط، يعني لا يوجد أخذ وعطاء؟ يعني هو يضع ثوابت، يعني كل الناس في حياته يعني هو يضع قواعد ثابتة غير معقولة باستخدام عبارات. مثلا تسمعه يستعمل كثير عبارات يجب أن نعمل هذه، ما يجب أن تعملي بهذه، لا تستطيع، لازم ينبغي. يعني يستعمل كثير من هذا الكلام. وهذا حينما تستعمل كثير من هذا الكلام بمعنى أن حياتك يعني هي هيك، يعني هيك. أي شيء خطأ فهو بعمل له مشكلة، ما بقدر يتعامل معه. كبيرة من ناحية التعامل مع الآخرين وسلوكه مع الآخرين، ولهذا يضع قواعد ثابتة جدا. يعني ولو واحد يعني ما يخدش بهذه القواعد خلاص يعني راح تصبح مشكلة. إذن يعني تحدثنا عن التفكير الحقيقي والعقلاني، تحدثنا عن المشوهات اللي هي مهمة جدا واللي بتخلي الواحد يعني في حالة تفكر مع نفسه، يعني إنه هل هو بالفعل يمر بهذه الأمور أو لا. هي يعني كنت قد سألتك قبل البرنامج إنه عندما قرأت الأشياء اللي حضرتها حضرتك شعرت إنه في كثير من الأمور يعني تلامس كثير من الناس، يعني هل كل الناس بيعانوا من مشكلة؟ وقتها ذكرت لي، قلت لي لا، هي بالتدرج، يعني هي مسألة تدريجية. هي بالتدرج، يعني أنا بحكيك عن الحالات المرضية، حالات مرضية نجد أن هذه المشوهات يعني مبالغة فيها، يعني موجودة على مستوى الشعور وبتخلق هذا التفكير السلبي بطريقة مستمرة. ولهذا المؤتئب يعني يعيش حالة مؤلمة جدا، يعني سيريو بشي زعما يعيش حالة مؤلمة ولا يشعر بها أحد، يعني يشعر بها الناس أكيد أهله، ولكن هو ما يعاني منها، هو يعاني من هذه الحالة الأليمة. ليش؟ لأن هذه المشوهات موجودة بطريقة مستمرة في تفكيره، وما بيعرف كيف. أولا هو ما بيعرف، يعني هو ما على بالوش بلي عنده هذا المشوه، وما بيعرف أن هذا المشوه هو اللي يخلق له التفكير السلبي ويخلب له المشاكل والكآبة والأمراض والقلق. هذا هو. ولكن نجده في بعض عند بعض الناس ربما بطريقة ضعيفة، أو يعني لو كانت يعني على يعني بطريقة ضعيفة ربما هذا راح ما يخلق له مشاكل كبيرة. هناك في جدول ذكرت لي أنه جدول مهم جدا جدا يجب اتباعه، يعني بالنسبة للشخص المريض ولا لأي إنسان ممكن يستخدمه؟ هذه ورقة ملاحظة. أتفضل. يعني إحنا نقول ورقة ملاحظة. ورقة الملاحظة يعني نلاحظوا أي شيء هو اللي نلاحظه. إحنا راح نلاحظوا هذا الاكتئاب، إحنا راح نلاحظوا المشاعر وراح نلاحظوا الأفكار السلبية.
حتى المشاريع احنا قدمناها. لا هذه هذه الورقه دكتور هل هي يعني ينصح بها لاي شخص ام لا الانسان الذي يعاني المريض اللي يعاني من مشاكل؟ يعني هذا هذه الورقه الملاحظه يعني راح تساعد المريض حتى يدير نفسه، يعني هو اللي يصبح معالج لنفسه. اولا هو يعني انت لحبيتي تنحي حاجه، لحبيتي مثلا تعالجي شيء لازم تلاحظيه. نعم. شيء طبيعي جدا. أكيد. يعني احنا واش نعلموا المريض؟ اولا يلاحظ هذه المشاعر، يلاحظ هذه الافكار السلبيه. ليش؟ يعني نخليه يعني اون لو سونسيبيليز، يعني وي برينغ ذا اويرنس، يعني احنا نحاول نخليه تنبيه ننبهه لهذه المشاعر، لان فيها مشاعر، واعطينا له كل هذه الاسماء حتى يتذكرها ويستعملها المفردات يفكر فيها. وثم يتعود ان يكتب هذه الافكار السلبيه، لان اذا لم يكتبها ما يقدر يديرها. كيف انت راح تتخلصي من مشكل ما بتعرفي ايش هو المشكل؟ شو هي بالضبط؟ يعني وهذه الافكار حينما يكتبها، وهذه بفضل هذه الورقه، راح يعني يعمل البرسنتج هذا يعني، وبعدين راح المشوهات راح يتعلم يحددها، وبعدين حينما يتحدها يتحداها، وحينما يتحداها راح تاتي الافكار الايجابيه. يعني انت ما يمكن تكون عندك افكار ايجابيه لما تحددي، يعني واحد ما تحداش هذه، يعني هي طريقه لمعالجه الخلل من الشخص نفسه، يعني يكون طبيب نفسه. يعني احنا هذا هو الهدف. يعني احنا ما بنحب نخلي الناس تاتينا للعياده يعني كل راست دولور في وضعها يعني بيكون واصل ل احنا بدنا الناس تاتي للعياده، ندربهم، نعلمهم كيف يحددوا يعرفوا هذه المشوهات، كيف يتحداها، وبعدين خلاص يعني يصبح هو المعالج. في نقطه مهمه، كيف يعني من ناحيه تفادي هذه المشكله او الوقوع فيها دكتور، او الوقوع في حالات الاكتئاب الصعبه؟ يعني هل بامكان المعالج النفسي ان يكتشف انه في بوادر لدى هذا الشخص بأنه يصاب بهذه المشوهات، وبالتالي يصاب بالقلق والاكتئاب؟ صح، ربما نجد هناك في تاريخ، يعني لازم نروح لتاريخ الفرد، يعني إيش هو اللي عاش، ما هي الحوادث، كيف عاش هذه الحوادث، كيف بدأت هذه المشوهات تخلق، وكيف حافظ عليها لمدة هذه السنين. نعم. يعني فيه دراسة تاريخ المريض، لأن الصدمات النفسية هي اللي تخلي يعني الإنسان ينمي في هذا. يعني بقصد آخر، هل ممكن أن يكتشف أي شخص ربما بعض البوادر التي قد تؤدي به إلى المرور في هذه المرحلة الصعبة فيتجنبها؟ هل ممكن ذلك؟ يمكن، يعني لازم يكون شرط، الشرط هو أن يعرفها. يعني إحنا قدمنا 6، أنا استعمل في العيادة 6 من هذه المشوهات، ولكن في البحوث مثلا كان بحث علمي مثلا نستعمل 14، ولكن احنا لو استعمل 14 يعني بين هذه تخلق كونفيوجن يعني للمريض. احنا نستعمل 6 بيفهمها، يعني هي واضحه. يعني هل يستفيد المريض من هذه؟ بطبيعه الحال هو يستفيد اذا ما كان تعلم كيف يحددها وكيف يتحداها وكيف يفهمها. لأن لو يعني نجح في هذه العملية خلاص، يعني هو معليش، يعني احنا ما نخافش من التفكير السلبي، خليه يأتي. ولكن احنا نعرف كيف نعالجه، كيف نسيطر عليه، كيف ننظمه ونعالجه ونخرج من المأزق. هل تعتقد انه يعني من حسب تجربتك انه كثير من الناس بمروا بهذا المأزق، انه لا يفهموا مشاعرهم؟ كان كثير يعني انا لا كان كثير. مش يعني كلهم بيروحوا بتعالجوا، لانه مش فاهمين انه عندهم مشكله اصلا. ما بيروحوا، لكن بيستعملوا تقنيات اخرى، المخدرات، يستعملوا الكحول، يستعملوا يعني اساليب اخرى حتى تنسيهم، حتى يخدروا شويه هذا، يخدروا هذا التفكير السلبي، او يخلق له شلل. دكتور، هناك تمارين جميله حقيقه ارسلتها لنا، خلينا نحكي عنها شوي. لانها مهمه وبتخلي ربما المشاهد يفكر يعني بينه وبين نفسه، هل هو بالفعل يمر في هذه الامور او لا. صح يعني احنا ربما لازم نستعمل بعض الامثله حتى
نوريك وفرجيك يعني كيف احدد هذه المشوهات المشكلة. نعم. في مقولة معينة او كلام معين قاله احد. مثلا ناخذ تمرين الاول. عمر انتظر عمر 10 دقائق في عيادة طبيب، فبدا يشعر بحالة متزايدة من الغضب والتوتر، ثم قال قال انه يعتقد انه يعتقد انه هذا ما هو يعني التفكير السلبي. قال انهم لا يهتمون بالمرضى، انهم لا يهتمون بالمرضى مثلي، وان المشكله انهم يعتقدون انهم افضل مني وسوف اكون عالقا هكذا طول اليوم. هذا تفكير يعني سلبي. يعني اي انسان، لو انا بحكيك يعني على الخبره، لو اعطيت هذا النص لاحد يقول لي ما هو الشيء الغريب، يعني هذا عادي، ربما انا راح اقول يعني اعطيته لمريضه، يعني يقول لي ربما والله انا راح نقول يمكن اقول يعني شيء مثل هذا، ولكن اقول هذا يبدو لك. في ناس اكثر ممكن ينفعلوا يتركوا العياده ويخرجوا منها اوكي، ولكن احنا لو حاولنا نفهم هذا الـ من هذا المثال مثلا ناخذ يعتقدون انهم لا يهتمون بالمرضى مثلي، يعتقد أنهم لا يهتمون بالمرضى. هو يعتقد المريض أن لا يهتمون بالمرضى مثلي من أمثالي. أوكي، هذا أول فكرة أو تفكير سلبي أول. كيف يعرف عمر أنهم لا يهتمون؟ هل أحد يعني أعطاله مثلا بعث له إيميل وبعث له تكست؟ صحيح. هو ما بيعرف. إذا ما هو المشوه؟ هو أنه يعتقد أنه الناس كلها سيئة. المشوه هو أن المشوه هو القفز إلى الاستنتاج. أيوه. شفتي كيف القفز إلى الاستنتاج؟ يعني هو كيف عرف؟ صحيح. ما عنده أي أدلة أن هذا الناس يفكروا بهذه الطريقة. فقط لأنه كان غاضبا. لأن الغضب شيء، هو شعور عادي. يعني أنا لو خليتني ننتظر 10 دقائق ربما راح أغضب، والعكس صحيح. شفتي كيف؟ يعني هذا شيء عادي، ولكن شعور أو ليس هذا يعني المشكلة. مش 10 دقائق بسيطة، في ناس تستنى ساعة وساعتين. يعني كمان مرات صح. أحيانا الغضب دكتور بيخلي الإنسان يفقد السيطرة على مشاعره، فيبدأ بالحديث بطريقة بكلام يمكن غير مقبول. صح، احنا لازم نفهم الشيء ان ليس هو الشعور اللي هو مشكله، هو التفكير. شعور عادي. ليش طريقه التفكير هي المشكله؟ طريقه التفكير هي المشكله. يعني ليس الحادث هو المشكله. احنا كيف ما هي طريقنا لتفسير او تاويل هذا الحادث؟ ولهذا قلت انا مثلا في هذا المثال كيف هو يعرف؟ إذن المشوه الذي سبب هذا التفكير السلبي هو ما يسمى بالقفز للاستنتاج. Anticipation des conclusions. المشكلة الثانية قال أنهم يعتقدون أنهم أفضل مني. يعني كيف يعرف؟ هل هذا حقيقة؟ هل هذه حقيقة موضوعية؟ يعني لو كانت حقيقة موضوعية لكانت عنده أدلة. نعم. أوكي. إذن هنا مشكلتين كما ذكرت دكتور. المشكلة الأول عندما يعني قال إنه لا يهتمون بالمرضى، ذكرت إنه كيف يعرف؟ إنه كيف يعرف؟ يعني ما هو هنا المشوه والتركيز هو القفز إلى الاستنتاج. نعم. نعم. إذن في هذه الحالة لما يكون هذا المثل، هل هذا الشخص مثلاً رأسا تحكم عليه بأنه عنده مشاكل مع التعامل مع أفكاره ومشاعره؟ لا، هناك مشوه سبب هذا التفكير السلبي. هناك مشوه. يعني هو لابد يعني العلاج هو أن يعرف يحدده. يعني il faut qu'il puisse arriver à l'identifier. يعني ما يقدرش يحدد ويعرفه راح يخلي هذاك التفكير هو بنسبة ذاته تفكير حقيقي وعقلاني، وحيستمر معه طول العمر. يخليه يقوم بشغل او يعني اكشن، وهذيك الاكشن يعني تخليه ما غير. طيب شو السلبيات او المشكلات اللي تجعل الانسان يفكر بهذه الطريقه؟ يعني هل تؤثر على سلوكه؟ هل تسبب له امراض نفسيه مثلا؟ هذا المشوه راح يخلي التفكير السلبي
موجود، والتفكير السلبي راح يصبح وقود للمشاعر. لان المشاعر ما بتستمر بطريقه يعني مستمره. يعني لازم التفكير السلبي باش يخلي هذا الشعور مستمر. ولهذا احنا نفهم الان واحد كيقول لك انا عندي قلق لمده 6 شهور او 5 شهور، او انا مكتئب لمده عام او عامين. ليش؟ يعني هو الشيء اللي يخلي هذه الاستمراريه هو التفكير السلبي. بمعنى اخر المشوهات موجوده. يعني هو ما يعني الانسان كما قلت لك يعني ما عندوش يعني ما عرفش كيفاش يحددها، ما عرفش كيفاش يعرفها او يعرف باسكو يفو لي زيدونتيفي، ويعتبر انه كل ما قاله هو صحيح بطبيعه الحال، لان هو التفكير يعني التفكير السلبي هذا هو حقيقه وحقيقة، يعني حقيقة وعقلانية. يعني تفكير عقلاني وحقيقي في نفسه. طيب في هذه الحالة يعني إذا هذا الشخص عرض نفسه على أخصائي، هل يعني يسألوا عن الأمثلة اللي تمر في حياته أو يطرح له؟ لا، هو المعالج النفساني راح يأخذ كل التفكير السلبي ويسجله طبعا، ويسجل كل التفكير السلبي المرتبط بالوضعيات المختلفة، وبيخليه يعني يعرفوا على كل المشوهات ويعلمه. هل يدرك المريض ذلك؟ يعني هل يفهم لا أنا هذا شيء خطأ عملته أو ارتكبته؟ لا، هو ما بيفهم، لا يفهم حتى يبدأ العلاج النفسي، العلاج هذا السلوكي المعالج. حتى يبدأ بالكتابة مثل ما رأينا الورقة والجدول. يعني أنت تأخذي هذه الورقة وتروحي للمعالج النفسي وهذا يعني المعالج السلوكي المعرفي، وتقولي له أن ها هو الشيء اللي حدث مثلا في الأسبوع، تعرضت إلى وضعية معينة، هذه هي الوضعية الأولى، الوضعية الثانية، الوضعية الثالثة، وهو يعلم لك كيف تبحثي على هذه المشوهات، كيف تتحداها. يعني يمكن نكمل مثل آخر جميل وهو التمرين الثاني. السيدة سميرة سميرة حرقت كعكة التمرين الثاني طبعا كعكة الفاكهة. تفضل دكتور. أثناء طبخها هي كانت عم تحضر يبدو وجبة كبيرة لزوجها وأصدقائه. وهي قالت أن يعني خربت الوجبة بكاملها. هل حقيقة هي كل الوجبة؟ يعني هي لأنه حرقت الكعكة فغضبت زعلت انه انا، ولكن هي ايش هو اللي قالت؟ هي كل الوجبة خربت وانا زوجة غير صالحة يعني جيدة. يعني اولا هل حقيقة كل الوجبة يعني خربت؟ لا هي فقط الكيك. الكيك ولكن ما هو المشوه الذي خلى هذا التفكير يطلع؟ هو تضخيم المشاعر. يعني هي ضخمت المسألة. يعني ما هي الكعك وشيء يعني في ما بيستاهل يعني الغضب. ما بيستاهل الغضب. طب هي تعبت عليه وعملته يعني، ولكن هي ضخمت المشاعر. كيف ضخمت؟ قالت كل الوجبة. صحيح. لو قالت مثلا الكعك خريب خلاص هذه حقيقة، وربطتها بأنه هي زوجة غير صالحة. زوجة غير صالحة يعني كبرت من الأمور. كيف يعني واحد يغلط أو يخطأ خطأ في خطأ بسيط يقول أنا زوجة غير مفيدة؟ يعني هذا كله تأويل، وهذا كله تضخيم في المشاعر وفيه اللوم. نعم، سنعود لهذه النقطة المهمة. اسمح لي أخذ الأخت نادية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم يا حكيم. ننجم يعني نبدأ في نحكي على المشكل ولا نستنى شوية؟ لا تفضلي أنت معنا على الهواء. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. أنا أم يعني لولد عمره 23 سنة. عندنا حاليا مشكل معه ما عرفناش، يعني الأمر صعب علينا ما فهمناش. احنا لم نفهم بعد. الاب طبيب في الحق، الاب طبيب يعني يقول باللي يعني ربما انا راني متخوفه كأم، يعني راني ربما ابالغ يعني في التخوف. هذا الولد هذا كان طالب ولمده 3 سنوات يعني انفصل عن الدراسه، كل عام يعني سجل نفسه
ينفصل يسجل ويروح يعني، وحتى يعني حتى يعني نقاش معه يكون يعني ما شاء الله إنسان يفكر يعني ويعرف يغتيك تخي بيا يعني إلى سيغتان نيفو يعني مستوى لاباس به. لكن معنا حنايا أنا كأم نشوف أنه مرات ما نفهمش التصرف تاعو، جو ناريف با ما نقدرش يعني نلحق وين جانستال اون كونفرساسيون نورمال افيك لوي. صح مدام واش ما فهمتيش؟ متخوفة ما نفهمش علاش هاد الدراسة يعني الدراسات العليا راهي خلاهم بعد 3 سنوات حاليا ما كان حتى مشروع فوالا ويعني وما يبقاش في نفس المكان اي نو بو با ريستي سيغ اي دوا تو طون فواياجي غير مستقر يعني لازم يسافر دائما ما يقعدش معنا. كنا في الجنوب هبط راح للشمال، كنا في الشمال راح للجنوب يعني. وحاليا والله يعني تخلطت علينا يعني كاع الامور وما فهمناش كيف نتصرفوا معاه. نعم ابقي معنا اخت نادي. دكتور عندك اي سؤال بتحب توجهه لاخت نادي؟ إيه قالت انه هم لم يفهموا يعني مدام انا جاب لي ربنا وليدك سوا مقلق ولا عنده يمتيت دي بريسيون دي بريم الصوت منخفض بزاف ربما يعني عنده كآبة ربما لأن هو أولا لازم بكوننا الأب طبيب يعني أنا يعني ربما لو بير يي بو بيان دياغنوستيكي ان إتا دو ديبريم ديبريسيون ان إتا دونكسيتي نيس با مي جو سي با سي ما فهمتش يعني هو يقول لا يعني يقول لا ولكن انا نشوف عند الاب بلي النقاش ما يمرش سان سان سي سي ولا كون سطحي ولا كان زعما سياسي اجتماعي نعم لكن فيما يخصه هو ما نقدروش يعني نروحوا نبعدوا النقاش. وي دونك انا جاب لي ربي ربما يكون حاجه مرتبطه بال افيك ليستيم دو سوا مدام. Il n'est pas nécessairement déprimé, il n'est pas nécessairement anxieux. Mais ما سمعتك مليح دكتور. انا قلت لك ربما هذا يعني يعني هو يعني ما يهضرش بزاف على روحه، ما يهضرش بزاف، سادي ما يشاركش، اي بارتيسيب با، اي سيكسبريم تري بو اكسيتيرا. دونك سا بو اتر ان اليمون سوا دون ديبريم كي سانستال، ولا سا بو اتر كيلك شوز كي لي ا ليستيم دو سوا. بون سي فري كو بون راهو بدا ما قدرش يعني تحصل على شغل بون ديبي 3 زون مي نعرفوا القدرات اللي عنده ولكن للاسف فوالا فوالا اي ساجي دان بوتونسيال فوتر فيس الى ان بوتونسيال مدام وي ني نون اكسبلواتي دو ا كوا الله اعلم بوكوا شاك فوا بون دوني كومسا يعني انا نقول كاين تصرفات فيه راهي ما تناسب يعني سنه الى كمان 23 زون 23 سنه اي جو تروف كو بور سون افنير يعني هو الطفل الاول اخت ناديه الطفل الاول نعم الاول هو الاول دائما بيكون مدلل زي ما بيقولوا يعني الاهل بلا اسم انا ما بانتليش انه من والله حاولت نكون يعني عادله بيناتهم بين الاولاد لا نو ما نظنش نو سي با هذا يعني هذا المشكل هذا ما يدطل اجوردي ما راهوش من اليوم عنده عده سنوات يعني باش ينجح في الدراسه ما كانش سهله ما كانش فوالا لا يو سون باك مي بون حاليا يعني ما قدرناش كنحبوا حنا كي نحبوا زعما ندخلوا في نقاش يعني صريح يعني وعميق معاه اي نو با لوان يغوبرون يعاود ياخذ يعني مثلا ياخذ الحقيبه ويروح يقول لك اني رايحه عند صديق يعني في مدينه فلانيه او ولا مكان فلاني وفتش عن عمل. سيدة نادية معلش عذرا سنتحدث عن هذا الموضوع دكتور لأن في اتصالات أخرى وإن شاء الله تستفيدي من حصة اليوم أو حصص في المستقبل القريب. اتصال من الأخ نبيل. السلام عليكم أخ نبيل. فقدنا الاتصال، حاول أن تتصل مرة أخرى. الأخت نادية تحدثت عن مشكلة ربما كثير من الأسر المهاجرة تعاني منها في التعامل مع أولادها، طريقة التفهم، طريقة الاستيعاب. صح، هو يعني هناك فرضيات عديدة يعني يا بليزيور هيبوتيز. احنا قلنا ربما يعني هو بتقول أنا لمدة 3 سنوات حاول يدرس وكذا ما قدرش يعني يحكم وكذا. ربما يعني هو لازم له نوع من الكوتشنج
صحيح. يعني واحد باش يعرف ما هي احتياجاته، ما هي اهدافه، كيف راح يحققها. هو مش عارف شو بده، يعني مش عارف شو يعني. اوكي، بده مساعده، بده تشجيع يعني. هو ربما بده مساعده، يعني ربما لو راح للبسيكولوج ولا حاجه. يعني هل تنصحها بانه يعني تاخذه الى مختص مثلا؟ او بنصحها يعني يعني في دورات في تدريبيه، في شيء، في شيء يحتاج الى يعني حاجه تحتاج الى فهم. لان هو والشو الفرضيه الثانيه هو ان ربما هناك، هل هناك يعني مشكله مع والديه، في مشكله بالبيت، في البيت يعني مع ابو او امه، حاجه من هذا. يعني مي جو كونساي است كو كي كونسولت كالكان فكي بيس افوار اون ايد ابروبريي enfin pour éclaircir un peu les choses. احيانا حتى الوالدين لا يفهموا مشاعر ابنائهم، احيانا يعني لا يعتقدوا انه صارت مشكله فتاثر فيها الولد. يعني ربما في شيء ولكن هو يحتاج الى شخص اخر، مش الوالدين، مش شرط يكون من الداخل يعني، لازم من خارج الاسره، يعني واحد يعمل فيه ثقه، يسمع له طبيب نفسي او شيء، وربما راح يحاول يفك اللغز. اللغز. اتصال من فرنسا، الاخ محمود. السلام عليكم. اوه السلام عليكم. اهلا وسهلا، تفضل اخي. انا اريد ان اعقب على الاخت اللي تخرجت من فرنسا. نعم. الاخت ناديه. نعم. انا كنت اعيش نفس الحاله، يعني عندي ديبلومات مي جاري با تروفي ان ترافاي، يعني لا اقدر ان احصل على عمل بالدبلوماتي. يعني هاي مشكله الشباب كلهم. اكتئاب. وي يعني صح، انا في بعض الاحيان كان يا دي سيتواسيون اكسترن، واحد ما حتى لو كان يعني عنده درس دراسات عليا وما يمكن ان يجد شغل، يعني هناك عوامل خارجيه، ولكن انا بخلي العوامل الخارجيه، نبحث دائما الجانب الداخلي، يعني كيف يعني من يعني صوره الذات هذه، يعني ليستيم دو سوا، كيف واحد ينظم نفسه، كيف واحد يكون عنده ثقه في نفسه حتى يروح يقدم نفسه ليجد مثلا شغل عمل مناسب. يعني صح، هناك في بعض الاحيان عراقيل خارجيه. صحيح. مثلا في فرنسا ربما في نوع في كل مكان على فكره مساله هذا، يعني ما نعم بعرف في يعني كل مكان مساله العمل، يعني مش بسهوله الحصول مش على عمل، مش بسهوله. ولكن ال- 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 الشيء المهم نرجع الى الادراك. يعني قلنا سي با لانسيدون كي في مال، سي كومون لو بيرسوا كومون لو في. يعني ليس الحادث هو اللي يخلق المشاكل، ولكن هي تفسيرك وتأويلك لهذا الحادث. لو كان تأويل سلبي، يعني هذا الشخص ربما ما راح يجد يعني الـ يعني كيف ماذا يفعل الانسان؟ يعني يكون عنده تأويل ايجابي، يعني لازم يلقى التأويل الملائم، الملائم حتى يعطي له الطاقه، حتى يعطي له الاراده باش يروح يزيد يحاول يلقى مره اخرى. لان لو بروبليم سي با كومبيان دو طون اسي دو تروفي ان ترافاي، سي لوسكون on essaie encore une fois يعني نخلي يعني فيه الثقة في النفس. هذا هو يعني صح، أن هناك بعض العراقيل والعوامل الخارجية يمكن أن نخلي نعم. تحديدا قصة العمل والشباب، يعني الكثير من الشباب في الدول العربية للأسف يركبون البحر ليأتوا إلى أوروبا حتى يجدوا عملا، يعني حتى يرتزقوا يعني ويساعدوا أهلهم في بلادهم الأصلية. صح. ويذهبوا ضحية الأمواج وضحية المافيات حقيقة. صح. فهي يعني مشكلة معقدة، يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني كل واحد عنده كما يقولوا الحوافز تاعو، يعني chacun a ses raisons de quitter son pays pour aller travailler ailleurs ou chercher du travail et souvent c'est la misère. يعني هذا شيء معروف جدا. ولكن انا الشيء اللي بدي اقوله للناس اللي عملوا له تليفون هو ان الحادث ليس هو المشكلة، مش هو الشيء اللي يحدثنا هو المشكلة، كيف احنا نتصوره، كيف احنا نأوله، كيف احنا نعالجه من الناحية المعرفية، لأن هذه المشوهات يمكن أن تدخل وتخلينا نقع في أخطاء. يعني النصيحة بطريقة مستمرة. هي يجب يعني مراجعة مختص، يجب مراجعة مختص. يعني لو إنسان مثلا هذا السيد يعني يمكن يحتاج إلى نوع من الكوتشينج، يعني نوع من الكوتشينج اللي يخليه ربما يتعرف على الدوافع الداخليه ربما اللي هي ماهيش بتساعد ما بتساعده. اتصال من المانيا، الاخت صبيحه. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلاً سيدتي، شكرا. أهلاً. على
أنا تبدو مسرورة بالمشاركة معكم. أهلا وسهلا. شرفتينا. نعم أريد يعني أتدخل. تفضلي. بالنسبة لابني عنده 14 سنة. نعم. هو يعني تلميذ مجتهد جدا في المدرسة ولكن عنده مشكلة. نعم عنده مشكلة في أولا التبول في الفراش. نعم نعم. وثانيا أحس دائما منعزل، يعني إنسان منعزل بحب الوحدة. نعم يعني مش كتير ولكن لا يريد المشاركة معنا في الكلام ولا يعني غير اجتماعي، ما بتحسي إنه نعم نعم نعم، ولكن عنده أصدقاء يعني يحب يشارك يلعب كل شيء نورمال. نعم نعم شكرا جزيلا. انه ما نعم ما يتكلم عن نفسه هكذا يعني ما يعبر عن مشاعره. وسبق انه تبعت مع طبيب النفساني لما حلت المشكله تاعو انه قالت لي انه هذا الولد انه حاس نفسه مش معكم يعني في العائله. غريب يعني غريب انه مش لما رسم لها الرسومات على الورق خرج في الورق انه مش معنا في العائله. هو معنا ولكن يحس نفسه انه دائما. اخت صبيحه، هل هناك مشاكل داخل الاسره يعني بينك وبين زوجك؟ زوجك عفوا على هلا يعني سوري طبيعي يعني مش مشاكل كثيره هيك ولكن تحدث يعني زي المجتمعات كلها يعني أكيد. مشاكل صغيرة هكذا نعم. بس على طول يعني فرحانين خرجوا في تفسحاتي كل نعم. يعني نعم. تمام الحمد لله. شكرا لك، إن شاء الله تسمع الإجابة بعد قليل من أستاذنا الكريم أستاذ إسماعيل. معلش اتصال أخير وبعجالة، الأخ نور الدين من وهران تفضل. وألو، أنا عندي أمي راهي مقلقة بزاف وما راهيش تتنفس مليح وراهي مريضة بزاف. سلام عاد الطبيب باش يقول لنا على ما راهيش معتي تقدر وقت ما راهيش تنجم تاكل لا والو، ما تقلق ليها عندها تقلق كبير. يعني هي ما تنجمش تاكل لانها قلقانه؟ ما تنجم لا تاكل لا تشرب لا والو، راهي مريضه جدا. بركي عندها مرض عضوي، عندها مشاكل صحيه اخرى؟ كل قلنا لها كل التحاليلات، كل قلنا لها كاع الوسائل قال لك راهي مليحه. عندها تقلق فقط لان قلق. عندي اخي مات وراهي تجيب راهي تجيب راهي تقول ما تنجمش راهي تجيب بزاف. وعندي ابي مات ثاني معناتها ولدها مات وبوها وراهي نعم هذا راهي تتألم. شكرا جزيلا أخ نور الدين، شكرا. يعني للأسف وقت البرنامج داهمنا، خلينا نبدأ بنور الدين. يعني الحزن الشديد يؤدي إلى القلق والاكتئاب صح أيضا. يعني هذه ربما مش حالة قلق فقط ولكن فيه نوع من الاكتئاب أكيد. لأن فيه البريفمنت يعني فيه لابيرت دوبجي يعني فقدت ابنها وزوجها، يعني هذه بحاجة إلى مساعدة نفسية. أنا ما بعرف يعني هو بيقول أن الأطباء قالوا يعني ما في مشاكل عضوي صحية لا. أو مشاكل صحية هذا شيء جميل جدا، بمعنى ان المشكله هي مشكله نفسيه مرتبطه ربما بالفقدان بالحزن يعني والصدمه الحزن والفقدان والصدمه وهي بحاجه يعني واحد يعني شوف خذها شوف كاش بسيكولوج ولا كاش واحد خذها باش ترفع شويه نفسها باش تحكي على هذا على هذا مشكله الفقدان هذه يعني لا بيرت هذه للابن والزوج. انا تحدثت عن قضيه صبيحه مع ابنها لكن اتصال اخير اسمح لي الاخ نبيل عدل لنا. تفضل اخ نبيل بعجالة الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل اخي. هو التدخلات تاع الناس بتخص الشباب لان انا بشتغل مع الشباب هنا في انجلترا نعم عندهم المشاكل تاع الديبريشن نعم هي بتختلف من شاب الى شاب. انا بسمعت الاخت من فرنسا بتتحدث على شاب 23 سنة. صحيح. لما in general when they withdrawn there's a withdrawal symptoms and there's عندهم مشاكل مختلفة من تاع 14 سنة وتاع 20 سنة تختلف المشاكل. صحيح. وال when they withdrawn is depression but in a different way. The young man they would think that they fail in either their families or they fail in themselves.
and the 14-year-old, تاع 14 سنة, he's عنده عقود نفسية. وفي العلم النفس لما الإنسان ما يتقبلش المشكلة في الماضي يعيش في البريزنت يعيش مشاكل كبيرة وهذه هي الدرجات لازم يتقبل المشاكل قبل ما يقدر يحل المشاكل. شكرا جزيلا أخ نبيل, ويعني كمان أدعوك أنا للمشاركة معنا في برنامجنا, يعني أنت تتابع برنامجنا باستمرار نتشرف بحضورك, يعني شكرا لك أستاذي الكريم. صبيحة من ألمانيا تحدثت صبيحة عن ابنها من ألمانيا, يعني تبول في الفراش وما يسمى لنغازي, يعني إذا كان ليس له أسباب عضوية فهو مشكل نفسي, يعني له حل ما؟ لا 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 يعني له عنده حل بعتقد عنده حل. نعم عنده حل. يعني أنا بطلب هذا يعني الأخت صبيحة يعني لو أخذت ابنها تحاول تاخذه لما يسمى بالمعالج السلوكي المعرفي, لأن هناك برنامج يعني خاص بالنسبة للإنوريزيا. هذا من جهة, ومن جهة أخرى يعني سسربيان يعني لو كان يعني لو فيه مشاكل في المنزل أو أسرية وهذا من هذا النوع, يعني يمكن أن تحاول تحلوها او يعني عن طريق يعني انا سمعت دراسات استاذ الكريم انه تقول انه حتى لو كانت هناك مشاكل او خلافات بين الزوجين يجب ان يتجنبوا حدوث هذه الخلافات امام اطفالهم حتى لا يتاثروا. يمكن يكون يمكن اقول يكون سبب من يمكن ان يكون عرض لحاله عائليه ما ولهذا ولكن حتى مشكلة التبول يعني هذه اللي تحدث في الليل اللا إرادي هي كمان ممكن تسبب أزمة للطفل, يشعر أنه تسبب مختلف عن الآخرين. صحيح ولهذا قلت أن ربما العلاج الملائم والعلاج السلوكي المعرفي, لأن هناك تقنيات تفيد حتى الأطفال, يعني تفيد التبول هذا في الفراش. والله ممتاز. يعني يجب أنه يعني يستعين الأهل بتدخل من الخارج حتى يحلوا المشكلة. يمكن أنا بعرف هناك تقنيات محددة, هناك علاج محدد, وهناك برنامج لهذا. هل ممكن أن نحكي عن هاي البرامج في المستقبل قريب معك عشان يستفيدوا المشاهدين؟ دكتور يمكن يعني مش مشكلة. شكرا جزيلا لك دكتور, دهمنا وقت البرنامج للأسف. عندك شيء؟ لا فقط يعني لم نجيب على كل الأسئلة, يعني سامحونا مشاهدين الأكارم, وهناك من ينتظر على الخط, نعتذر منهم جميعا من كل مشاهدينا. الموضوع كبير جدا, وكل قضية من القضايا التي طرحت اليوم من خلال مشاهدينا تحتاج إلى وقت أكثر للشرح والتفصيل, ولكن المساعدة الخارجية مهمة جدا عندما يشعر الإنسان بتأزم وأنه من الصعب أن يحل مشكلته مع أطفاله أو مع نفسه. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة, وأشكر الأستاذ إسماعيل رشيد المعالج النفسي والعضو في المجلس البريطاني للعلاج السلوكي المعرفي. نشكر حسن المتابعة, إلى اللقاء.